السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم ماذا صرحت الجماهير الجيبوتية قبل مباراة المنتخب الوطني الجزائري وملاقاتنا في ملعب استاد القاهرة الدولي في مصر. طبعا كانت هنالك العديد من التصريحات من الجماهير، راح نشارك معكم. وطبعا هنالك مفاجأة في ضمن تصريحات يعني الجماهير الجيبوتية ستتعرفون عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. أيضا سأشارك معكم ماذا قالت نادي مانشستر سيتي وعن المنتخب الوطني الجزائري وعن نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. هذا ما سنتعرف عليه. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من أجل الإجابة عن جميع استفساراتكم. لن أطيل عليكم، نبدأ مباشرة في صلب الموضوع. نشارك معكم كبداية ماذا قالت الجماهير الجيبوتية قبل انطلاق هذه المباراة. وكما قلت لكم هنالك مفاجأة في هذه التصريحات. كما تشاهدون بدلكم بالتصريح الأول، صرح قائلا 20 مليون بوركينابي و20 مليون مشجع بوركينابي و20 مليون مشجع جيبوتي خلفكم يا منتخب جيبوتي. على الأقل يعني تعادلوا في هذه المباراة في التصفية المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022، وكل الدعم مخصص لكم. يعني جماهير جيبوتية والجماهير البوركينابية اتحدت من أجل دعم منتخب جيبوتي باه يعمل نول مع المنتخب الوطني الجزائري، لأنه منتخب جيبوتي ما عنده ولا فرصة أو ما عندهش أي استفادة من هذه المباراة، واش راح يربح أو يخسر. هم نعم عندهم استفادة إذا وقفوا سلسلة الهزائم للمنتخب الوطني الجزائري، وهذا أنا أراه شيء مستحيل، ولكن اللي تستفاد بهذا التعادل هو منتخب يعني بوركينا فاسو. طبعا يا زي كرام، أدى التعليق الموالي صرح قائلا كل البوركينابيين حاليا يدعمونكم من أجل التعادل أمام المنتخب الوطني الجزائري. كما تشاهدون هو التعليق الظاهر أمامكم. التعليق الموالي صرح قائلا طبعا سنخسر يعني 5-0. هذا معلق من جيبوتي، يعني راح يشوف باللي أن منتخب بلاده راح يخسر 5 مقابل ولا شيء، يعني خماسية نظيفة لمنتخب يعني الوطني الجزائري على نظيره منتخب يعني جيبوتي. صراحة هذا هو أنا اللي هذه النتيجة اللي أنا راني ننتظرها، وليس يعني تعادل. إذا كان تعادل راح تكون مفاجأة من العيار الثقيل، وهذا الشيء ما راح يحدث. بينما التعليق الموالي صرح قائلا بون شونس، يعني يتمنى التوفيق لمنتخب بلاده منتخب جيبوتي ضد المنتخب الوطني الجزائري. بينما التعليق الموالي صرح قائلا يجب عليكم استعمال 10 مدافعين من أجل منعهم من يعني التسجيل، وأيضا يعني عمل 10 مدافعين من أجل أن تخرجوا بتعادل. يعني غلقوا لهم اللعب باغين التعادل في هذه المباراة. والتعادل بالنسبة لجيبوتي يعني حاجة كبيرة بزاف، يعني مشرفة بالنسبة لمنتخب جيبوتي، وراح تكون الإفادة كما قلنا لمنتخب بوركينا فاسو الذي يبحث عن التعادل للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة. أما التعليق الموالي صرح قائلا العبوا ب10 مدافعين ويجب عليكم على الأقل أن تخرجوا بتعادل أمام المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا كما تشاهدون هذا معلق من يعني بوركينا فاسو. يعني كما قلت لكم الجماهير البوركينابية راهي طاغية على دعم منتخب جيبوتي أمام المنتخب الوطني الجزائري، ولكن يعني راح نسحقهم بزوج. أنا متأكد من هذه النقطة أعزائي الكرام، أنا أثق في لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. أما التعليق الموالي صرح قائلا يجب عليكم أن تدخلوا بهذه الخطة 5-5-1، يعني 1 في حراسة المرمى، 5 في الدفاع، و5 في خط الوسط. الهجوم ما تلعبوش بالهجوم، يعني فقط غلقوا اللاعب من أجل يعني تحضروا التعادل في هذه المباراة. وطبعا كانت هنالك تعليقات ضحكة حول هذا التعليق بالضبط. التعليق الموالي صرح قائلا من فضلكم خذوا أنفسكم على محمل الجد لكي تنتزعوا يعني مباراة التعادل مع المنتخب الوطني الجزائري. يعني قال لهم لازم تتعادلوا مع المنتخب الوطني الجزائري، وخذوا يعني انفسكم على محمل الجد شويه، وخذوا هذا الامر بجديه كبيره. وصرح قائلا يعني هذا من اجل صورتكم ومن بعد مسيرتكم الكرويه، حتى ولو لم يعني تلعبوا بطريقه مباشره ستساعدون البلاد، واذا تعادلتوا امام المنتخب الوطني الجزائري راح تساعدوا البلاد وراح يعني تشرفوا البلاد والى ما غير ذلك. وطبعا كما قلنا هذا المعلق ايضا هو يعني بوركينابي. اما التعليق الموالي صرح قائلا كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم يجب هزيمة المنتخب الوطني الجزائري إذا لم يكن هنالك تعادل. يعني إذا ما تعادلتوش لازمكم الفوز، يعني لا محالة لازمكم تفوزوا في هذه المباراة. التعليق الموالي صرح قائلا إذا ضغطتم على اللاعبين الجزائريين في هذه المباراة سوف ينكسرون، وبطبيعة الحال راح تفوزوا عليهم.
واش منتخب جيبوتي اللي يضغط على المنتخب الوطني الجزائري. المهم راح تكون ارضيه ملعب استاد القاهره يعني مهرجانا للجماهير الجزائريه. اتعلق المواليه يتمنى ويرى ويتوقع لنا نتيجه 1-0 لمنتخب جيبوتي امام المنتخب الوطني الجزائري. اما بالنسبه للتعليق الموالي صرح قائلا كل الدعم لبوركينا فاسو للجمهور الجيبوتي ولمنتخب جيبوتي. التعليق الموالي صرح قائلا حتى ولو لم تفوزوا يعني على الاقل حاولوا ايقاف رياض محرز في هذه المباراه. تعليق الموالي صرح قائلا كل شعب بوركينا فاسو خلفكم انطلقوا يا اسماك القرش. يعني كما قلت لكم بوركينابيون طغوا على دعم منتخب جيبوتي. اما التعليق الموالي صرح قائلا هيا يا شباب كل بوركينا فاسو تدعمكم في هذه المباراه. التعليق الموالي ايضا من بوركينا فاسو قائلا افعل كل شيء للفوز في هذه المباراه على الاقل، هذا كل ما نطلبه منكم. يعني حاليا جماهير بوركينابيه تطلب من جماهير الجيبوتيه ومنتخب جيبوتي باه يتعادل او يفوز على المنتخب الوطني الجزائري. اما التعليق الموالي صرح قائلا نحن ذاهبون الى هزيمه اخرى في ملعب القاهره امام المنتخب الوطني الجزائري. التعليق الموالي صرح قائلا لكم دعم شعبي بوركينا فاسو وجيبوتي ويجب عليكم ان تهزموهم ان شاء الله. طبعا كانت هنالك تعليقات كثيره حول هذا الموضوع، وكانت هنالك الاكثريه للجماهير البوركينابيه. جماهير البوركينابيه كما قلت لكم هي اللي شفتها تعلق اكثر من الجماهير الجيبوتيه لكره القدم، لان جماهير جيبوتي راه عارفه بلي ان راح تخسر امام المنتخب الوطني الجزائري خاصه بعد تلك النتيجه الثقيله في يعني ملعب مصطفى تشاكر بطبيعه الحال قبل اشهر من الان. سحقناهم بطبيعه الحال بنتيجه عريضه، فلهذا راهم عارفين بلي انهم راح يخسروا امام المنتخب الوطني الجزائري، والتعادل حلم يعني صعب المنال بالنسبه لهم. ولكن شافوا دعم كبير من الجمهور البوركينابي باه يعني يحاولوا دفع المنتخب الجيبوتي لكره القدم باه يعني يدفر بالتعادل امام المنتخب الوطني الجزائري. فما رايكم حول هذه التعليقات؟ اما الان ننتقل للخبر الموالي، اين نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز يعني استرجع بنا ذكريات هدفه التاريخي ضد نيجيريا كما تشاهدون هنا في الشاشه الظاهره امامكم، وهذه رساله لمنتخب يعني جيبوتي، يعني راح تشوفوا المرار فوق ارضيه الميدان. وطبعا كانت هذه ذكريات جميله في ملعب استاد القاهره الدولي كما تشاهدون، وايضا في الاراضي المصريه بصفه عامه. رياض محرز استرجع ذكرياته بتلك المخالفه يعني الشهيره والتي راح تبقى في جميع اذهان ومخيله الجماهير الجزائريه على مر التاريخ. وطبعا صرح نادي مانشستر سيتي قائلا بذكريات تتويج سنه 2019 رياض محرز يعود الى استاد القاهره في مهمه جديده الا وهي اللعب امام منتخب جيبوتي. وايضا صرحت قائله في نفس السياق حطها في الجول يا رياض محرز عندما رياض محرز استرجع ذكرياته عندما سجل تلك يعني التسديده والمخالفه يعني امام منتخب نيجيريا. فاتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وانا بالنسبه لي عندي امل كبير ومتفائل جدا في هاتين المباراتين القادمتين. يعني مانيش خايف، مانيش يعني مستريسي، رغم انه كاين ستريس قليل، ولكن متاكد باللي انا المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى راح نفوز على منتخب جيبوتي ومنتخب بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو يظهر يعني رعبه ويظهر يعني قوته فقط في الاعلام، ولكن فوق ارضيه الميدان راح يكون شيء مغاير جدا، واثبتوا لنا باللي انهم مرعوبين من المنتخب الوطني الجزائري. على العموم كان هذا فيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.